سويت 18 طن هي ما كتنيش يعني لا. السنة إن شاء الله بسوي أكثر. زراعة ناجحة بس بدها متابعة. هاي المزارع مجهزة حسب مواصفات الجلوبال جاب، حسب مواصفات البي آر سي. بقعد من 20 ل 30 يوم مرات متى بلش البرعم يطلع من الكيس. هسه بصير يلمو الزعتر. الحبة مقبولة اللي تروح على المصنع. نأمل من القطاع الخاص بزيادة الاستثمار في هذه القطاعات.